جبنا الكاميرا فيها. ها؟ هو عنا هيك قفلنا فيها بالنسبة للحمامات. نسيها نصات فيها. ما فيهاش ثلاث ارباعات. أجل المأساة بتقولها المأساة دي. المصرف الخدمات اللي فيه ضعيفة جدا من ناحية المواطن كسيولة أو كحتى صكوك أو دفاتر الصكوك، يعني ما فيش بالشهر دفاتر الصكوك ما نحصلوش فيها من المصرف. بالنسبة للسيولة تولينا أكثر من 6 أشهر، يعني حتى لما تجي السيولة بيعطوا 100 دينار. 100 دينار شو بدي للمواطن في الوقت الحالي؟ ما في. بالنسبة للموظفين بارك الله فيهم، يعني دايرين جهدهم، لكن الخلل مانيش عارف من وين، من إدارة المصرف، من هنا، من الإدارة العامة، مانيش عارف يعني بالضبط. أول فرع في سبها والله أعلم. طبعا نبغى احنا تطوير الخدمات من سيولة، وحتى الميكنة يعني المفروض يكون مربوط، المصرف يكون مفروض مربوط بالإدارة العامة، مش تو في المصرف الخدمة الأولى يعني بالكرت ولا مش عارف التحول الرقمي، التحول الرقمي ما دابينا يتطور المصرف للأفضل.